يعني لا يهبط بها بقوة، ولكن يهبط بكل تؤدة وطمأنينة، ينزل بركبتيه ثم يضع يديه ثم ينزل بوجهه. وهنا ينبغي له أن ينتبه إلى أن الجبهة والأنف لا يجوز أن يحول بينها وبين الأرض شيء من العمامة أو الطاقية أو خمار المرأة. المنطقة يجب أن تباشر الأرض، ويكره أن يحول بينها وبين الأرض متصل بالإنسان. واضح؟ ينزل قلنا أولا بماذا؟ بركبتين ثم يديه ثم وجهه، وتكون يديه مقبوضة الأصابع موجهة إلى القبلة، حذو منكبيه أو يكون وجهه بينهما، إما يؤخرها بحيث يكون حذو المنكبين أو يقدمها بحيث يكون الوجه بينهما. طيب، وهنا يستحب له ويتأكد عليه أن يرفع يديه ساعديه عن الأرض لئلا يتشبه بافتراش السبع، ويجافي بين أعضائه وهو ساجد، فيجافي بين فخذيه وبين ساقيه وبين فخذيه وبطنه وبين بطنه وعضديه وبين عضديه وساعديه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في المجافاة، حتى لو جاءت شاهلة مرت من تحته من كثرة مجافاته في سجوده صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن إذا كان في الصف ويخشى أن يؤذي من كان بجانبه من كثرة المجافاة، فإنه يخفف بحيث لا يؤذي من بجانبه. واضح؟ إذن هذه الصفة الفعلية لماذا؟ للسجود. بقي عندنا شيء واحد فقط، وهو القدمين، هل يضمهما أو يفرقهما؟ الصحيح أنه يضمهما في حال السجود، يضمهما. اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. يعني هذه عضو واحد، هذه عضو واحد. وبعض الناس يا إخوة نراه يضع جبهته ويرفع أنفه، صلاته ما تصح. بعض الناس يضع جبهته ويرفع أنفه عن الأرض، هذه صلاته ما تصح. اقرأ. والكفين والركبتين وأطراف القدمين. الكفين عليها. معروفة، يضعها على الأرض مباشرة من غير حائل، إلا إذا كانت هناك حرارة فلا مانع أن يضعها على عمامته أو على غترة. قال: أو الركبتين. الركبتين معروفة، وأطراف القدمين، وهذه ينبغي أن ننبه عليها. الواجب أخي الحبيب أن تمس بطون الأصابع الأرض، بحيث أنك تضغط على أصابعك لتنزل بطونها إلى الأرض، بحيث تضغط عليها حيث تنزل أصابعها وبطونها إلى الأرض. أما رؤوس الأصابع فهذا لا يكفي، رؤوس الأصابع لا يكفي، يجب أن تضغط لتنزل بطونها إلى الأرض. اقرأ. قال: ويقول: سبحان ربي الأعلى. وإن قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فلا مانع، ويجمع بينها وبين قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ثم يكبر. وفي السجود يستحب له أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فالدعاء في السجود يا أخوان له إيش؟ قيمة عالية. فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير وحري أن يستجاب لدعاء الداعي وهو ساجد. جيد؟ طيب. لما لزق بالأرض كان أقرب ما يكون إلى الله، يدل هذا على ماذا؟ يدل على أن العبد كلما تواضع لله كلما كان أحب إلى الله، كلما تغطرس كلما تكبر كلما شمخ كلما كان أبعد عن الله عن الله. فدائما لازم التواضع، تكون حبيب إلى الله، ويرفعك الله في الدنيا ويرفعك في الآخرة. من تواضع لله رفعه. الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها. اقرأ. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى،
يعني يفرشها ويجلس عليها. إذن الرجل اليسرى دائما مفروشة ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويوجه أصابعها للقبلة، اكتبوا ويوجه أصابعها للقبلة، وهو الافتراش. الرجل اليسرى مفروشة والثانية منصوبة. بعض الناس يضع اليسرى ويضع عليها اليمنى ويجلس عليهما، وهذا منهي عنه. نعم. وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير، يعني الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول، هذه كلها افتراش. قال إلا التشهد الأخير، يعني التشهد الثاني في الصلاة الرباعية والثلاثية، فإنه يتورك. ما هو التورك؟ اقرأ. بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. من الخلف الأيمن أفضل، اكتبه من تحت الساق اليمنى، من تحت الساق اليمنى، يعني يفضي بوركه إلى الأرض. الإخوان هنا، واحد منكم يتقدم هنا ويتورك، عشان الإخوان يقول على تورك. لا تخرجها كلها، نصف اليمنى أحسن عشان ما تؤذي من كان بجانبه. إخراج اليمنى كلها يؤذي الذي بجانبه، يكفي أن تخرج رأسها ووسطها مثل ما فعل الأخ، يخرج اليمنى من تحت الساق، يخرج اليسرى من تحت الساق الأيمن ويفضي بوركه إلى الأرض، وهذه تنفع كثيرا في يعني حل بعض المشكلات داخل جسم الإنسان. اقرأ. قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وإن قال رب اغفر لي ثلاثا فلا مانع. انتبه أخي الحبيب، نحن طلبة علم، والعواطف دائما ما تعلمنا شيء، وإذا أردنا أن نطرح مسألة بعواطف لن تستفيدون شيء. الزيادة دائما أيها الأحباب على النصوص الواردة وخاصة في الأذكار غير صحيح. بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، كلمة الشكر هذه غير واردة. بعض الناس بين السجدين يقول دائما على صفة الدوام ربي اغفر لي ولوالدي، الزيادة هنا ما وردت. أنا أقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أثبت على الشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزد شيئا. نعم. اقرأ. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. يسجد السجدة الثانية كالأولى مكبرا. نعم. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، يعني بدون اعتماد على يديه على الأرض، يعتمد على قدميه، لحديث وائل بن حجر. هل يجلس جلسة الاستراحة؟ إن كان محتاجا إليها لمرض أو كبر أو ثقل فلا مانع، بل ذلك من السنة. وإن كان غير محتاج إليها، شاب نشيط قوي، فإن جلسة الاستراحة ليست من السنة في حقه. لجلسة الاستراحة في حقه ليست من السنة، وذلك لأنه لا يرويها من الصحابة إلا مالك بن الحويرث، وهو الذي أسلم بعدما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فرواها عنه، مما يدل على أنه لم يكن يفعلها قبل ذلك، وإلا لرواها الصحابة الآخرون. نعم. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى. الركعة الثانية تماما كالأولى، إلا أن القراءة فيها تكون أخف من الأولى، وليس فيها دعاء استفتاح. نعم. ثم يجلس للتشهد الأول. وصفة جلسة التشهد أن تكون افتراشا. نعم. ويقول وصفته التحيات لله. التحيات لله، ولذلك بعض أهل العلم يقول التحيات لمن؟ لله. إذا كتبت رسالة لا تقل تحياتي لك، لأن يعني التحيات لله، قل تحيتي لك بالمفرد تكون بينك وبين الناس، بالجمع الحديث يقول لك التحيات لمن؟ لله. فالجمع يكون لله. تريد أن تكتب رسالة لشخص قل مع تحيتي. لماذا مع تحياتي؟ تحياتي خلها لله. واضح؟ نعم. والصلوات والطيبات. والصلوات معروفة، والطيبات من الأعمال والأقوال. نعم. قال السلام عليك أيها النبي. السلام عليك، هذا من باب الاستحضار الذهني، والسلام منقول، والنبي صلى الله عليه وسلم ترد روحه ليرد عليك السلام. وقد ورد في حديث ابن مسعود وغيره أن كلمة عليك تحذف، والصحيح إثباتها لأن عمر علمها الناس على المنبر. نعم. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا قلت هذه العبارة أصاب سلامك، سلامك كل عبد صالح بين السماء والأرض من حي أو ميت، وكفى بذلك أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن حسنة. هل بعد هذا يا إخوان أجر؟ هل بعد هذا خير؟ نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول قلنا السلام عليك أيها النبي، قلنا النبي، وهنا قلنا محمد. لماذا؟ لأن الأولى فيها خطاب عليك، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهنا إخبار، والإخبار لا مانع. قال: محمد رسول الله. الله في القرآن يقول: يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، ولم يقل في القرآن كله يا محمد، وإنما يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، تشريفا له وتكريما صلى الله عليه وسلم. فهو في باب الخطاب يكرم، يقول: يا أيها النبي. وأما في باب الإخبار يجوز أن نقول محمد من دون ذلك. نعم، لا بد أن نكمل صفة الصلاة. ثم يقوم لبقية صلاته. ثم يقوم لبقية صلاته، نعم. ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، وإن زاد أحيانا سورة فلا بأس، لحديث أبي سعيد الخدري وهو في السنن، إن قرأ أحيانا في الثالثة والرابعة سورة قصيرة لا مانع. نعم، أحيانا. نعم. ثم يقرأ، ثم يتشهد في الجلوس الأخير، ثم يجلس التشهد الأخير. ماذا يقول؟ ويقول أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا ثلاثة نقاط نريد أن ننبه إليها. النقطة الأولى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ما حكمها؟ اختلف بذلك، والصحيح أنها لا تجب، ولكن لو ذكرها كان أفضل على طريقة الاختصار. لو ذكرها في التشهد الأول كان أحسن على طريقة الاختصار. النقطة الثانية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وينبغي أن يقتصر الإنسان على الوارد. بعض الناس يزيد سيدنا، وبعض الناس يزيد خيرنا، وبعض الناس يزيد، لا، احفظ النص الوارد وأت به، لأن مبنى الصلاة على التوقيف. الشيء الثالث: ما معنى قوله كما صليت على إبراهيم؟ معنى أن نعلم أن محمد أفضل من إبراهيم صلوات الله وسلامه على الجميع. قال أهل العلم: الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل. الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقول الله عز وجل: واذكروه كما هداكم، أي لأنه هداكم. فلأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد، فهو أفضل آل إبراهيم. هذا معنى الصلاة. لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد، فهو أفضل آل إبراهيم. نعم. قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، هذه الاستعاذة هذه ثابتة. وبعض السلف كان لما سعيد بن المسيب لما رأى ابنه تركها أمره أن يعيد الصلاة. اقرأ. ويدعو بما أحب. اكتبوا من خير الدنيا والآخرة. يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وقد ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليدعو بما أحب. نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة. لم يشر المصنف إلى الإصبع، ماذا يفعل بها؟ اليدين ماذا يفعل بها؟ انتبه. أما اليد اليسرى فهي تكون مضمومة وتكون على طرف على طرف الركبة اليسرى بهذا الشكل، وأما اليد اليمنى فإنك تقبض بها 53 بهذا الشكل، وتشير بالإصبع عند الدعاء: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. تشير بها إلى الدعاء إشارة إلى علو الله، والنظر محل السجود
سنة في جميع الصلاة إلا في التشهد، فإن السنة أن تنظر إلى الإصبع لتستحضر معنى علو الله. السنة أن ترمي بصرك إلى الإصبع إشارة إلى علو من تدعو وهو الله جل وعلا. إذن أيها الأحباب، الإشارة تكون بأي إصبع؟ ولك أن تقبض بهذا الشكل، ولك أن تقبض بهذا الشكل، إما بهذا الشكل أو بهذا الشكل، والإشارة تكون بالإصبع الأيمن فقط. بعض الناس تحصل ما شاء الله شغال بالإثنين كنه في الإشارة. أعجب من هذا رجل إصبعه ما شاء الله طويل، جالس في الصلاة يسوي كذا، قال له واحد بعد الصلاة إيش تسوي كذا؟ قال له مو الشيطان جالس قدامي بطالع في الإصبع، فأنا أبغى أدوخ شوي وبعدين أعطيه على راس. عجيب، في مصارعة هي، يقول أدوخ شوي وبعدين أعطيه على راس. صحيح هي أشد على الشيطان من الحديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة يأخذ بعضهم بعضا على الإشارة. ومن حسن خاتمة العبد أن يموت ويده بهذا الشيء، من علامة حسن الخاتمة أن يموت العبد وهو وإصبعه بهذا الشكل إلى إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى. ولكن ما نجتهد من عندنا ونضع لها أشكال وأنماط، هذا ليس لنا. طيب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. السلام يبدأ بأن تحرك رأسك إلى جهة اليمين وتقول مباشرة معه السلام عليكم ورحمة الله، ثم تديره إلى الناحية الأخرى. مو لازم تعشق، هذه التعشيقة دي مو لازم، على طول مباشرة تنقلها. طيب، إذا من اليمين إلى اليسار، ربنا ولك الحمد، ها تقول السلام عليكم مرة أخرى. طيب يا إخوان، ويجوز لك أن تزيد لفظة وبركاته فإنها وردت، ولكن ليس دائما، تجعل هذا أحيانا، وأحيانا لا تضيف كلمة وبركاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها. وقت انتهى، يزيد بركاته في اليمنى فقط، يزيد بركاته عند السلام في اليمنى فقط، أما في اليسار ما في بركات. تقرأ، تقرأ بسرعة. والأركان القولية، خلاص الأركان تبقى غدا إن شاء الله. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير والسلام. يقول المصنف رحمة الله عليه: بعد أن نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا هذا المجمع الطيب المبارك نجتمع على ذكر الله في بيت من بيوت الله، وما هدانا لهذا أحد سوى الله، فله الحمد وله الشكر المتصل المتتابع حتى يرضى علينا. ونصلي ونسلم على الخاتم المبعوث رحمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال: والأركان القولية من المذكورات. الأركان جمع ركن، وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا الركن جزء الماهية، في اللغة جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح جزء الماهية. أما الواجب في اللغة فهو الساقط، وأما في الاصطلاح فما يلزم الإتيان به عند العلم ويجبر بسجود السهو في حالة الترك. وأما السنة فهي تعرف بما يعرف به المندوب، ما أمر به الشرع أمرا غير جائز، أو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. الأركان كثيرة، بدأ المصنف بالقولية منها، قال: تكبيرة الإحرام، فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها،
ولذلك من دخل في الصلاة من غير تكبير فصلاته غير منعقدة، ما نقول باطلة، نقول غير منعقدة أصلا، غير منعقدة أصلا. أما الثاني فهو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال على غير مأموم، نعم المأموم ليست في حقه ركن، والصحيح أنها في حقه واجب من الواجبات. قال والتشهد الأخير ويدخل فيه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ركن لا بد من الإتيان به، والسلام يعني التسليمتان فهما ركن. هذه يا إخوة أركان الصلاة القولية. أما الفعلية اقرأ. قال وباقي أفعالها أركان فعلية مثل بقي أركانها القيام مع القدرة، الركوع، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، الاعتدال من السجود الجلسة بين السجدتين، هذه أركان فعلية. قال إلا التشهد الأول، فتشهد الأول واجب من الواجبات، إذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه الإنسان سهوا أو نسيانا جبره بسجدتين قبل السلام تسمى سجدتي سهو. اقرأ. قال كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال واجب وليست بركن، يجب على الإنسان أن يأتي بها سواء كان إماما أو مأموما، وهنا يبدأ الخطأ. كثير من المأمومين تراه يتحرك فقط ببدنه خلف الإمام، لكنه أبدا لا يكبر في نزوله وارتفاعه، وهذا غلط. يجب عليك أخي الحبيب أن تكبر لكل في كل محل تكبير، وهذا واجب من واجبات الصلاة. نعم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. نعم. وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لما أنزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودك. لما قالت لما نزلت فسبح اسم رب اسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. نعم. ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون. نعم، ما زاد إلى الثلاث فهو أدنى الكمال، وإن زاد إلى عشر فهو ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، والجميع إماما ومنفردا ومأموما يقولون ربنا ولك الحمد. هذا واجب وهذا واجب. إذن أيها الإخوة الأحباب، ذكرنا الآن الواجبات وذكرنا الأركان، ذكرنا الواجبات وذكرنا الأركان. نريد شخص يقوم لنا الآن ويعد الأركان عددا، نسهل عليه القضية. الأركان 14، يريد يقوم ويعدها لنا. تفضل. تكبيرة الإحرام عدوا يا إخوان. طيب قراءة الفاتحة تركت شيء، بس روح دعاء الاستفتاح، لا في شيء ركن قبل يكبر لازم يأتي به. لا ركن النية شرط. لا وضوء شرط. لا شرط. القيام مع القدرة. حسنت. طيب نعم نعم. الركوع، القيام من الاعتدال من الرفع منه. الرفع غير، الرفع باقي شيء ثاني. لا سمع الله من حمده واجب. روح. طب روح. طيب السجود. نعم. الجلوس. لا انتهى خلاص. الموالاة يعني الطمأنينة. سليمتان. شهد الأخير. طيب من يعرف لنا اللي ترك؟ يذكر لنا اللي ترك. تفضل عبد الرحمن. تكبيرة الحمد خلاص ما عديناها. طيب
باقي. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رفع من السجود. الاعتدال بعد الركوع، يعني القيام بعد الركوع، والجلوس للتشهد الأخير. الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس غير التشهد، هذا ركن وهذا ركن. لو قرأ التشهد الأخير قائما ما صحت صلاته. الجلوس للتشهد الأخير غير التشهد الأخير، واضح؟ إذا نعيدها بسرعة، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من، الانتصاب بعد الركوع، السجود، الرفع من، الجلسة بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمتان، الطمأنينة، كم العدد؟ 14. طيب الواجبات قيل 8 وقيل 9، من يعدها لنا؟ أنت؟ لا، اللي وراك، تفضل. اي نعم، هات الواجبات. ما يصلح في فن تصبح عالم والفن الثاني ما انت مشارك. هات، تفضل يا شيخ رشدان. لا، ها، تكبيرات الانتقال قبلها. سبحان ربي العظيم. نعم، نعم، ربنا، ربنا ولك الحمد. خذها سيرة. شهد الأول باقي، قست أشياء، روح. ها، طيب معليش ما تحاوط بالترتيب. ها، نعم، ها، طيب أنا أذكرها لكم بعدين واحد منكم يذكرها، أنا أشوف أسرعكم حفظا. تكبيرات الانتقاء، التسبيح في الركوع، قول سمع الله لمن حمد، التسميع، التحميد، قول ربنا ولك الحمد، التسبيح في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول أيضا، هذه أصبحت كم؟ 8. وبعضهم يعدها 9 لأنه يأخذون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها واجبا. 9 وصحيح أنها ركن من أركان الصلاة. نعم، ها حسين، التكبيرات غير التكبيرات. عشان نستسمع صوتك، الميكروفون أمامك. إيه؟ لا بتقرب بعد. التكبيرات غير، نعم، تكبيرة الإحرام، قول سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، نعم، ربنا ولك الحمد، نعم، التسبيح في السجود، قول ربي اغفر لي، التشهد الأول، الجلوس له، الجلوس له. انتهينا، هذه واجبات الصلاة، ما الحكم فيها؟ اقرأ. قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده. إذا تركها الإنسان سهوا ماذا نفعل؟ قال نجبرها بسجود السهو، وسيأتي باب لصفة سجود السهو وموضعه. أما إذا تركها عمدا، ها، إذا تركها عمدا بطلت الصلاة سواء كان إماما أو مأموما. إذن الواجبات تسقط بالسهو وتجبر، جيد، ولا تسقط بالعمد بل تبطل الصلاة. اقرأ. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، يعني أنه لا بد من الإتيان بها، لا بد من الإتيان بها. طيب أنا أضرب لكم يا إخوان الآن مثالين تضبط لك الباب كله، تضبط لك الباب كله، خلك معي. رجل سجد سجدة في الركعة الأخيرة ثم جلس وتشهد وسلم، ماذا ترك يا إخوة؟ ترك كم ركن؟ أول ركن تركه ما هو؟ ارفع يدك. الجلوس بين السجدتين. فهذا ماذا نقول له؟ نقول له اجلس بين السجدتين، خلك جالس وقل ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ثم اسجد السجدة الثانية، ثم اجلس للتشهد الأخير،
ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد ما تسلم ثم سلم مرة. إذن دائما إذا ترك ركن يعود إلى الركن ويأتي به ويسجد للسهو بعد السلم، أو أنه يسقط ركعة كاملة ويأتي بركعة جديدة. قال أهل العلم وهذا إذا كان الفصل قريبا، يتذكر بعد 5 دقائق 4 دقائق 10 دقائق في المسجد. أما إذا كان الفصل كبيرا أو خرج من المسجد فإنه يعيد الصلاة كلها. انتهينا من هذه المسألة؟ طيب، إذا ترك واجبا، لنفرض أنه التشهد، الحكم إذا ترك واجبا فإن ذكره قبل أن يصل إلى ما بعده وجب عليه أن يعود، وإن لم يذكره حتى وصل إلى الذي بعده فإنه يسقط ويجبر بسجدتين قبل السلام. أضرب لك مثال: إنسان قام عن التشهد الأول، لا يخلو قيامه من 3 أحوال: إما أن يتذكر قبل أن يرفع ركبتيه من الأرض فهنا يكمل صلاته ولا شيء عليه، إذا تذكر قبل أن يرفع ركبتيه من الأرض هنا يكمل صلاته ولا شيء عليه. النقطة الثانية، الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن ينهض ركبتيه وقبل أن يستتم قائمه، في حال نهوضه يتذكر أو يسبح من وراءه، فهنا يجب عليه أن يرجع. ومتى يسجد للسهو؟ بعد السلام، لأن هذه في زيادة قيام وقعود. الحالة الثالثة ألا يذكر إلا بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه وهو القيام، فإذا استتم قائما حرم عليه الرجوع إلى التشهد الأول، فإن عاد بطلت صلاته. طيب ماذا يفعل؟ نعم، يجبر هذا السجود المتروك، الجلوس المتروك، يجبره بماذا؟ بسجود قبل السلام، يسجدين قبل المسلم ويجبر صلاته. عرفنا يا إخوة؟ طيب إذا ترك سبحان ربي العظيم ماذا يفعل؟ إن ذكره قبل أن ينهض ماذا يفعل؟ يرجع ويقول سبحان ربي. إن ذكره أثناء النهوض قبل أن يستتم قائما يرجع ويقول سبحان ربي العظيم. إن ذكره بعد ما قال، بعد ما استتم قائما، أو قال سمع الله لمن حمده، فإنه لا يرجع ويشبره بالسجود للسهو قبل السلام. اقرأ. قال: والباقي سنن وأقوال وأفعال مكملة للصلاة. دعاء الاستفتاح، قول آمين، قراءة سورة من الفاتحة، الزيادة في تعظيم الله، الزيادة بعد التحميد، الدعاء في السجود، التورك، الإشارة بالسبابة، هذه كلها أركان قولية هذه كلها سنن قولية وفعلية، إذا أتى بها أجر، وإذا لم يأتي بها فصلاته صحيح، فصلاته صحيح. قد يقول قائل: يا أخي الحبيب، أنت كيف جئت بهذا التقصير؟ أقول: هذا ليس من عندنا نحن، هؤلاء العلماء المتبحرون نظروا في الأدلة الشرعية التي جاءت في الصلاة ثم ميزوا بعضها عن بعض، فما جاء التغليظ فيه جعلوا ركن، وما جاء الأمر به من دون تغليظ جعلوه واجب، وما جاء الحث عليه من باب الترغيب جعلوه سنة. فلهم في هذا فضل، وفعلهم هذا صحيح، وهم مأجورون عليه إن شاء الله. نعم. قال: ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها. نعم، الطمأنينة هي التؤدة في أداء أفعال الصلاة. طيب، ومعناها أن يأتي الإنسان في كل ركن بالذكر الواجب، أن يأتي في كل ركن بالذكر الواجب، يعني في الركوع إذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم رفع أتى بالطمأنينة الواجب. والأفضل أن يزيد في الطمأنينة، لأن الإخلال مبطل للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. فإذا أسرع الإنسان في صلاته فإنه ماذا؟ فإنه قد يصل به إسراعه إلى إبطال الصلاة. ولذلك نقول لبعض الأئمة: لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من أداء الواجب، بل يجب عليه أن يتمهل، لأنه لا يصلي لنفسه، هو يصلي لنفسه وللناس،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. إيش معنى ضامن؟ قال: فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فعليكم ولا علي فعليهم ولا عليهم. فالإمام يؤدي دور ما هو سهل، هو يصلي لنفسه وللناس، فيجب عليه أن يتقي الله فيه. نعم. قال: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو يسمى بحديث المسيء صلاة، وهو حديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، وإذا نظر الإنسان فيه وقرأ شروح أهل العلم عليه استفاد صفة الصلاة في أكثرها، ولله الحمد والمنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد يرد علينا إشكال عند شرحنا لهذا الحديث، وهو أننا لم نراه صلى الله عليه وسلم، هو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، نحن ما رأيناه. ويجاب عن هذا الإشكال بأننا وإن كنا لم نراه إلا أن الذين رأوه نقلوا إلينا صلاته ولم يتركوا من صلاته شيئا، لم يتركوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ونقلوه، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذكر الملازم للصلاة، حتى أن الإمام يستحب له أن لا ينصرف للمأمومين حتى يأتي به. طيب، والمأمومون لا يجوز لهم الانصراف حتى يلتفت إليهم الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا انصراف. فالمأموم يجب عليه أن يجلس في مكانه حتى يلتفت الإمام إليه، إلا في حالة واحدة: إذا أطال الإمام في توجهه للقبلة إطالة خارج عن العرف، فعندئذ لا حرمة له، يقوم الإمام ويترك، يقوم المأموم ويترك. إذن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أخي الحبيب، الله جل وعلا جعل الاستغفار عقب كثير من العبادات. الحج قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وأمر بذكره والاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة يعلمنا الاستغفار، والله يأمر نبيه بعد الحياة الحافلة بالعطاء قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فزينة العمل أن تستغفر بعده، لأنه لا بد أن يكون عندك فيه نوع من التقصير والنقص، فأنت تستدرك هذا بالاستغفار: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تكررها اعترافا منك بالقصور والتقصير. وهذا لو استشعره الإنسان أحس بلذة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال ثم يقول: اللهم أنت السلام. اشتغال دائما بعد الصلاة بماذا؟ بذكر الله. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ولذلك قال أهل العلم: يكره للإنسان أن يشتغل بعد السلام مباشرة بشيء غير ذكر الله، حتى السلام لا تشتغل بالسلام، اذكر الله عز وجل الآن. فانشغالك بالناس خطأ، الآن اذكر الله جل وعلا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. جاءت بإثبات الياء وحذف الفاء، وكلها روايات صحيحة. جاءت تباركت ذا الجلال والإكرام، وجاءت تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وهذه العبارة من أحب العبارات إلى الله. ولذلك جاء في الحديث: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. نعم.
قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة. نعم، هذه التي سبق بها أهل الحاجة والعيلة أهل الدثور، ففيها من الأجور ما لا يعلمها إلا الله. هذا الذكر أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه تجعلك تسابق أهل الإنفاق. ولذلك الصحابة اشتكوا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما تصوم نصوم. قال: أدلكم على شيء تسبقون به من بعدكم، ما تسبقون به غيركم ولا يلحقكم به من بعدكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا سبحان الله 33 والحمد لله. فجاءوا بعد ذلك وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بما علمتنا فقالوا مثل ما قلت، مثل ما قلنا. قال: ذلك فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء. أيها الإخوة، هذه السنة جاءت على 11 صفة الذكر بعد الصلاة. نذكر لك منها أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، والخاتمة لا إله إلا الله وحده لا شريك، وهذه أفضلها، واجعل عليها أغلب أوقاتك. الصفة الثانية: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10. الصفة الثالثة: 11. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 11. الصفة الرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 و25 و25 و25، المجموع 100. الصفة الخامسة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. وهناك صفات أخرى، فأنت ليكن هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت، حتى تخرج من ماذا؟ من الروتين الذي قد يذهب عليك الخشوع ويفقدك لذة العبادة. نعم. قال: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، متفق عليه. نعم، يستحب للإنسان ألا يصل صلاة فرض بصلاة نفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإذا انتهى من الفريضة جلس وذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالراتبة أو بالنافلة، لا يصل صلاة بصلاة، بمعنى لا يصل فريضة بنافلة من غير فاصل. طيب، بعدما يذكر الله عز وجل ذكر لنا المصنف جزء من الأذكار، هناك أيضا آية الكرسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فالإنسان يحافظ على قراءة آية الكرسي بعد الصلاة. كذلك المعوذات وارد قراءتها بعد الصلوات. الرواتب المؤكدة، ما معنى الرواتب؟ هي الصلوات النوافل التي جاء الأمر بها في الشريعة، هي نافلة ولكن جاء الأمر بها. ولذلك قال أهل العلم: إذا حافظ على تركها فسق، إذا حافظ على تركها فسق بذلك. ويقول الإمام أحمد: بل ترد شهادته. لو جاء يشهد عند القاضي فقال أحد أخصامه: هذا ما يصلي الرواتب. قال: نعم ما أصلي، ترد شهادته عند الإمام، يعتبر هذا نوع من الإخلال الغير محمود. طيب، يقول: والرواتب المؤكدة التي لا ينبغي الإنسان أن يهملها أو يتناساها أو يتشاغل عنها، التابعة للمكتوبات 10. يقول 10، ونعم ورد عن عمر، عن ابن عمر 10، وورد 12 وهو الأصح، الأصح أن الرواتب 12. ما هي؟ قال: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا أقل ما ورد في الظهر، ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وورد 4 قبلها بتسليمتين وثنتين بعدها،
وأعلى الكمال أربع بتسليمتين قبلها وأربع بتسليمتين بعدها. في حديث أم سلمة: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. لماذا قلنا بتسليمتين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار متنا متنا متنا. طيب، عرفنا الآن الكلام على السنة، سنة الظهر. أريد هنا يا أخوة نقف وقفة عشان نبين لكم ما هو أول وقت للسنة الراتبة القبلية وأول وقت للسنة الراتبة البعدية. لو سألتك متى يبدأ أول وقت للسنة الراتبة القبلية؟ لا غلط، بعد الأذان. غلط. 1 2 3 4 تفضل. أحسنت. إذا دخل الوقت سواء أذن أو ما أذن، سواء أذن أو ما أذن، إذا دخل الوقت دخل وقت السنة الراتبة القبلية. متى ينتهي وقت السنة الراتبة البعدية؟ ها؟ بانتهاء وقت الفريضة، يعني بدخول وقت الفريضة اللي بعدها، أو بانتهاء وقت الفريضة، هذا أحسن. طيب، متى ينتهي وقت السنة القبلية؟ بالإقامة. بالإقامة. أداء بالإقامة. أحسنت. أداء بالإقامة، وقضاء يجوز أن يقضي ما بقي منها حتى ولو بعد الإقامة. يعني بمعنى لو أقيمت الصلاة هل يجوز لي أن أصلي؟ ها؟ لا. لو أقيمت الصلاة وأنا فيها فأنا أتمها خفيفة وخاصة إذا كنت في آخرها. نرى في بعض المساجد بعض الإخوة من شرق آسيا صلاة الفجر الإمام قد يكون في الركعة الثانية وهم إيش؟ يصلون الراتب. هذا يا إخوة مذهبه، مذهب الحنفية، أن سنة الفجر تصلى حتى والإمام يصلي، لأنهم يروون حديث: لا تصلوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا الفجر. يرون هذه الزيادة، وهذه الزيادة ضعيفة غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأخوة ما يشدد عليهم لأن مذهبهم على ذلك، لكن يعلمون بالرفق، يعلمون بالرفق. أنا أرى في المسجد وبعضهم يسب ويشتم وهو ماشي، يقول صلونا الإمام صلي أنت ويش، ويسب ويشتم. لا يا أخي، ما يصلح هذا. أهل العلم كانوا يحترمون الرأي المخالف. خذه، خذ بيده، علمه، إن أخذ الحمد لله، ما أخذ سلفه من بذلك بعض أهل العلم. انتهينا يا إخوان الآن من السنة، سنة الظهر. قال: وركعتين بعد المغرب. لم يتكلم عن العصر. نعم، العصر يا إخوة قبلها سنة مطلقة، وليس قبلها سنة راتبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر كم؟ 4، يعني بسلامه. فهذه سنة مطلقة تحافظ عليها أغلب الأوقات وتتركها أحيانا، أما الراتبة تحافظ عليها كل الأوقات. الراتبة تحافظ عليها كل الأوقات. طيب، السنة البعدية بعد العصر فيه؟ لا، ما يجوز، ليس لها سنة بعدية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المغرب. قال: وركعتين بعدها. طيب، هل بعد قبلها شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب 3 ثم قال لمن شاء. فهي سنة مطلقة تحافظ عليها في أغلب أوقاتك وتتركها أحيانا، أما الراتبة فلا تترك. طيب، قال: وركعتين بعد المغرب. بعض الناس يصلي 6، ورد في ذلك حديث ولكن في سنده مقال. قال: في بيته. نعم، السنن الرواتب كلها يستحب أن تكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. قال: وركعتين بعد العشاء. وركعتين بعد العشاء، أما التي قبل العشاء صلوا بين كل أذانين فهذه سنة مطلقة، أما التي بعد العشاء فهذه سنة راتبة. وركعتين قبل الصبح، يعني قبل صلاة الفجر من الأذان إلى الإقامة تصلي ركعتين. طيب، ما هو أفضل هذه السنن الرواتب؟ سنة الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. يقول ابن عمر وعائشة وغيرهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه على ركعتي الفجر. ورد عند أبي داود في سنده ضعف يسير
صلوها ولو طردتكم الخيل، صلوها ولو طردتكم الخيل. وهذه السنة يستحب للإنسان أن يخففها ولا يقرأ فيها بطوال السور، ولكن يقرأ فيها بماذا؟ بس، أو يقرأ فيها أيضا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة في الركعة الأولى، ويقرأ في الآية في السورة في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. هذا ورد وهذا ورد. إذن السنة تخفيفها أم تعجيلها؟ طيب، هناك السنة أيضا متعلقة بهذه الركعتين، ما هي؟ ما هما؟ نعم، بعد هناك سنة متعلقة بركعتي الفجر، ما هي؟ لا، ها؟ لا، بهذه بسبب ركعتي الفجر، الاضطجاع بعدها، الاضطجاع على جانب الإنسان الأيمن اكتبوا إذا كان في بيته، أما الاضطجاع في المسجد لا، الاضطجاع إذا كان في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعدهما. شيخ الإسلام يقول الاضطجاع سنة لمن قام الليل، الصحيح الإطلاق، سنة لكل أحد، لكن ما يغطس النوم ينام، لا، يضطجع ويقوم، يكون متأكد من عدم يعني إهمال الصلاة وتضييعها. طيب يا إخوة، أعجب ما قرأت لابن حزم، أعجب ما قرأت لابن حزم أنه يقول، وهذا من غرائبه، أن هذا الاضطجاع شرط في صحة صلاة الفجر، إذا لم يضطجع فصلاة الفجر باطلة. وهذا من غرائبه رحمة الله عليه، غرائبة عجيبة، وإذا تكلم يتكلم بقوة. فسبحان الله العظيم الذي أعطاه في سعة الاطلاع ثم جمد، هدانا الله وإياه. ابن حزم من أغرب الناس، جمد في موضع السيلان وسال في موضع الجمود، في باب العقيدة سال، فهو يقول يقرر أحيانا مذهب الجهمية، وفي باب الفروع جمد وترك القياس، حتى أنه يقول بأغرب الغرائب، يقول أن البكر، البكر إذا استأذنها أبوها في النكاح الأصل أنها تسكت من شدة الحياة، وإذنها وسكاتها صماتها. يقول إذا تكلمت وقالت إيه أنا موافقة بس تجوزوني، قال لا، لازم تسكتين، إذا ما سكتت ما نأخذ بقولها، لازم تسكت، لو يعني صرخت بأعلى صوت عندها ما ابن حزم ما يعتبر هذا رضا، رضاها أن تسكت. هذا من غرائب. يقول من بال في النهر مباشرة محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنب، لكن لو بال في إناء ثم سكبه في النهر لا مانع. يقول لو بال في إناء ثم سكبه في النهر لا مانع. أغرب من هذا يقول لو تغوط في النهر ما في مانع، المحرم هو البول بس. هذه من الأمور اللي أخذت عليها رحمة الله عليه. ولذلك أنا أقول ينبغي لطالب العلم المبتدئ ألا يقرأ في المحلة كثيرا، لأنه قد لا يفهم أحيانا بعض النصوص، وربما أخذ هذا عن ابن حزم، وربما جمد في أشياء كثيرة. طيب، إذن أفضل السنن الرواتب ما هو؟ ما هي؟ سنة الفجر، يأتي بعدها يقولون سنة المغرب، يأتي بعدها سنة الظهر. المهم يا إخوة أن ننتبه وأن نحافظ على هذه السنن، وأن نأمر أهالينا بالمحافظة عليها، وأن نسألهم عنها سؤال يعني حث وأمر بأدائها. طيب، بقيت عندنا صلاة، بقيت عندنا صلاة ما ذكرها المصنف، ما هي؟ لا، من الفرائض، لا، من الفرائض الجمعة، الجمعة، الجمعة يا إخوة ليس لها سنة قبلية، إنما يسن للإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ما كتب له، أن يصلي ما كتب له، لأنه كما سيأتي في درس سابق إن شاء قادم إن شاء الله،
أنه ليس في يوم الجمعة وقت نهي في نصف النهار، ليس في يوم الجمعة وقت نهي في نصف النهار، فالوقت مفتوح، صلي ما كتب لك ركعتين أو أربع أو ست أو إلى صعود الإمام، لك أن تصلي. أما بعد الجمعة فلك أن تصلي ركعتين ولك أن تصلي أربع في المسجد أو في بيتك. نعم، اقرأ. قال: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. طيب، نقرأ يا إخوان، هذا يعني شرح أكثره فنقرأه بسرعة. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. نعم، وقد ثبت السهو هو النسيان، ومن فرق بينهما فقد فرق بما لا طائل تحته. السهو هو النسيان والذهول عن الشيء. قال: وهو مشروع، قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا. اكتبوا: وسجود السهو يكون واجبا، يكون واجبا إذا فعل شيئا عمده يبطل الصلاة، إذا فعل شيء عمده يبطل الصلاة فإن سجود السهو يكون واجب. وأما إذا كان عمد ذلك الشيء لا يبطل الصلاة فإنه يكون سنة. لو ترك ركنا حكم سجود السهو واجبا، لأنه لو ترك واجبا عمدا بطلت الصلاة، إذن السجود لترك الواجب سنة. لو ترك سنة فإن سجود السهو سنة، لأنه لو ترك السنة لا يقال له أنك لا يقال لك أنك أبطلت صلاتك. إذن سجود السهو يكون واجبا في الشيء الذي عمده يبطل الصلاة. طيب، سجود السهو يا إخوة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، والصحيح أن كلا الأمرين جائز، كلا الأمرين جائز. لو سجد قبل السلام مطلقا صلاته صحيحة، ولو سجد في كل الأحوال بعد السلام مطلقا فصلاته صحيحة، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عليه الإجماع. ولكن يستحب له أن يلتزم بالأحوال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسجد للسهو بعد السلام في حالتين، ويسجد للسهو قبل السلام في حالتين. أما السجود الذي بعد السلام فإذا زاد شيء في الصلاة، إذا زاد قيام أو قعود أو ركوع أو ذكر في غير موضعه فإنه يسجد للسهو بعد السلام. إيش معنى بعد السلام؟ يعني بعد ما يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم من غير تشهد، ثم يسلم من غير تشهد. الحالة الثانية: إذا شك في صلاته ثم تبين له الصواب، إذا شك لا يدري صلى ركعتين أو ثلاث ثم تبين له الصواب وأخذ بالصواب فإنه يسجد للسهو بعد السلام. لا يدري ثنتين أو ثلاث ثم قال لا هي ثلاث واستمر في صلاته فإنه يسجد للسهو بعد السلام. أما الحالتان اللتان يسجد لهما قبل السلام فهو إذا ترك واجبا، إذا نقص شيء من صلاته، المقصود بالنقص هنا ترك الواجبات، إذا نقص شيء من صلاته فإنه يسجد للسهو قبل السلام. متى؟ بعد ما ينتهي من التشهد والدعاء يسجد سجدتين خفيفتين كسجود الصلاة، يقول في الأولى سبحان ربي الأعلى ثم يرفع ويقول ربي اغفر لي ثم يسجد كسجود الصلاة تماما ثم يسلم مباشرة. الحالة الثانية: إذا شك ولم يترجح وأخذ بالأقل، إذا لم يدل صلى ثلاث ثنتين وليس عنده أي وسيلة من وسائل الترجيح، فهنا نقول خذ بالأقل واسجد للسهو قبل السلام. إذا شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام. من يعيد؟ من يعيد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فضل شيخ سلمان، اليوم ما سمعنا صوت. بعد السلام متى؟ إذا زاد شيء في الصلاة. نعم، وقبل السلام
نعم. طيب لو لم يأخذ بهذا التقسيم، سجد مطلقا قبل السلام أو سجد مطلقا بعد السلام، فصلاته صحيحة وسجوده صحيح، ولكن خالف الأفضل. جيد؟ طيب اقرأ الآن. قال إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما سهوا. طيب نكتب هنا مسألة مهمة جدا، فإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه قطعها. إذا ذكر في أثناء الزيادة أو ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه قطعها. قام إلى خمسة فسبح به المأمومون، ماذا يفعل؟ ها؟ قطعها. طيب إذا تيقن صواب نفسه قل سبحان الله، أنا متأكد، لا متأكد، ماذا يفعل؟ يستمر، والمأمومون يستمرون في القعود. هل يسلمون؟ لا، ما يسلمون، ينتظرون حتى يجلس ويتشهد، فإذا سلم سلموا معه. واضح؟ أعيد أقول إذا زاد الإمام زيادة، لنفرض أنها ركعة خمس، فإن ذكر فتذكر وجب عليه أن يقطعها وأن يجلس، وإن لم يتذكر وتيقن صواب نفسه فإنه يستمر في صلاته. المأمومون إذا كانوا متيقنين بأنه ساهي فإنه لا يجوز لهم المتابعة، فإن قاموا وتابعوه بطلت صلاتهم جميعا، بطلت صلاة المأمومون وصحت صلاة الإمام. طيب يجلسون، هل يسلمون؟ لا، ينتظرون حتى يأتي بركعته ويتشهد، وإذا سلم سلموا معه. اقرأ. نعم. قال أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسلم، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، نعم، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. نعم، هذه كلها أحاديث صحيحة، وقد بينا لكم الأحوال في مواضع السجود. نعم. وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. نعم، واضح يا إخوان، هذه كلها حديث لو أخذتها تماما انطبقت على الأحوال التي ذكرناها فيما يسجد له قبل السلام وفيما يسجد له بعد السلام. اقرأ. قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. نعم، له ذلك، ولكن الأفضل أن يعتني بهذا التقسيم وأن يتعلمه. قال وسن للقارئ. طيب إذا سهى وسهى أن يسجد للسهو، إذا سهى وسهى أن يسجد للسهو مرة أخرى. نعم، فماذا عليه؟ يسجد للسهو بعد السلام، انتبه، يسجد للسهو بعد السلام، فإن سهى وطال الفصل فإن كان السجود للسهو مستحب صح صلاة، وإن كان السجود للسهو واجب أعاد الصلاة من جديد. لو سهى عن سنة وذكر يسجد، وإن طال الفصل صح الصلاة. لو ترك التشهد الأول ولم يسجد للسهو ولم يتذكر بعد السلام ومشى إلى البيت، نقول له أعيد الصلاة من جديد. واضح؟ نعم. قال وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. نعم، يسن للإنسان ولا يجب سجود التلاوة، لا يجب إلا إذا كان في الصلاة المفروضة وسجد الإمام، فإنه يجب علينا أن نسجد معه. أما في خارج الصلاة فإن سجود التلاوة لا يجب، وإنما هو مستحب، لأن فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان يوقن بأنه يبكي شيطانه. تريد تبكيه؟ عليك بالسجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. طيب كم سجدة في القرآن؟ 15 سجدة على الأصح. ما هي صفة سجود التلاوة؟
إن كان في صلاة كبر عند النزول وكبر عند القيام، ويقول فيها ما شاء، سبحان ربي الأعلى، سبحان سبوح قدوس، وإن قال سجد وجهي للذي خلقه وفطره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين فذلك طيب وهو وقد ورد. وإن قال اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع عني بها وزرا واجعلها لي ذخرا فإن ذلك وتقبلها مني كما تقبلت من نبيك داود عليه السلام فذلك أيضا قد ورد. طيب إن كان في خارج الصلاة يكبر عند الهوي ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم، اكتبوا هذا الكلام، إن كان خارج الصلاة فإنه يكبر عند النزول يقول الله أكبر، وعند الرفع لا يكبر ولا يسلم، هذا هو الصحيح في صفة سجود التلاوة. قال سنة للقارئ والمستمع، اكتبوا للسامع، سنة للقارئ والمستمع للسامع، القارئ الذي يقرأ، المستمع الذي جلس من أجل أن يستمع للقراءة مثل الشيخ جالس يسمع للطالب. قال للسامع يعني الذي ليس من غرضه السماع وإنما سمع قارئا يقرأ وسجد، فإن هذا لا يلزمه السجود. عرفت؟ أنت أمامك طالب يقرأ، قرأ آية سجدة، وفيه شخص طالب آخر يريد أن يسمع وجلس يقرأ، هذا سامع وهذا، وأنت مستمع والطالب قارئ، أنت والطالب عليكم السجود، إذا سجد الطالب وجب عليك أن تسجد أنت، أما الطالب الآخر الذي مشغول بحفظه ومراجعته ويريد أن يسمع عليك هذا ما يجب عليه السجود، اقرأ. قال وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. نعم، سجود الشكر يا إخوة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لما جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب، وثبت عن غيرهم من الصحابة، فهو سنة في أي وقت يستحب للإنسان إذا تجدد له نعمة أو اندفعت عنه نقمة أن يسجد شكرا لله تعالى. نعم. قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم، حكمه يعني في الوجوب في الاستحباب وفي الصفة وفي غيره كسجود التلاوة. نعم، يكبر عند النزول ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم. طيب نقف هنا، هل يشترط الوضوء في سجود الشكر والتلاوة؟ في الحقيقة ينبغي للإنسان أن لا يسجد إلا على طهارة، لا ينبغي للإنسان أن يسجد إلا على طهارة، فإن سجد فنحن لا نستطيع أن نقول أن هذه السجدة غير صحيحة لعدم وجود دليل يدل على الفساد. فقال المصنف رحمه الله تعالى باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الطاهر الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد أن أنهى المصنف رحمة الله عليه الكلام حول باب سجود التلاوة وسجود السهو وسجود الشكر، انتقل إلى باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، وهذا الباب تتمة في الصلاة لابد منها ليعلم الإنسان بعد الركن والشرط والواجب ماذا يفسد الصلاة حتى يتقيه. فالأول من باب فعل المأمور، والقادم من باب ترك المحذور. الأول الأركان والواجبات والشروط من باب إتيان الإنسان بالمأمور، وهذا الباب من باب ترك الإنسان للمحذور للمفسد. باب مفسدات الصلاة يعني مبطلاتها، ومكروهاتها يعني التي تكره فيها ولا تبطلها. إذن المفسد، المبطل هو المفسد، والمكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب ولا يستحق فاعله العقاب، أو نقول هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جاز. اقرأ. قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط. ذكرنا يا إخوة أركان الصلاة 14، من ترك واحدا منهما فسدت صلاته. وشروط الصلاة 7، منها الطهارة، منها استقبال القبلة، منها النية، منها
أيضا ستر العورة، هذه الشروط إذا لم يأتي بها الإنسان أو أخل بها فإن صلاته تعتبر عند أهل العلم باطلة. نعم. قال: وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. إذا كان الإنسان لا يقدر على الإتيان بالشرط أو بالواجب سقط عنه. إنسان عاجز عن استقبال القبلة لمرض سقط عنه. إنسان عاجز عن القيام في الصلاة يسقط عنه ويصلي قاعدة. إذن الشرط والركن متعلقة بماذا؟ متعلقة بالاستطاعة، بل كل مأمورات الشرع متعلقة بإيش؟ بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. أما ترك المحذور فأهل العلم لا يعلقون بالاستطاعة، يجب أن يترك الإنسان المحذور ولا يرتكبه، ولا يقول أنا ما أستطيع تركه، لا بل تستطيع تركه إلا في حالة الاضطرار، إلا في حالة الاضطرار، مثل أن يكون الإنسان في شدة من الجوع ولم يجد إلا ميتة، لو لم يأكل منها مات، فالضرورات تبيح المحظورات. أما إنسان نقول له هذا الأمر الذي أنت تفعله محرم فيقول أنا ما أستطيع تركه، هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول، لأنك لو لم تستطع تركه لما حرمه الله عليك. نعم. قال: وبترك واجب عمدا. الواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، أما إذا ترك سهوا فإنه يجبر بسجود السهو، وهذا قد مر معنا، ومر معنا أن الواجبات 8 أو 9 في عدد بعضهم. نعم. وبالكلام عمدا. نعم. الكلام أيها الأحباب هو خطاب المخلوقين، فإذا الإنسان تكلم في صلاته فإنه قد أفسدها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم وغيره: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والسنة في ذلك تبين أن الكلام مبطل للصلاة، ومن ذلك حديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح. إذن الكلام في الصلاة مفسد لها. قال المصنف عمدا، يعني لو تكلم سهوا أو خطأ أو جهلا فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا لحديث معاوية بن الحكم، هذا الصحابي جاهل بتحريم الكلام في الصلاة، جاء وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، وقال رجل: الحمد لله. فقال له معاوية بن الحكم بالصوت العالي: يرحمك الله. قال: فلحظني الناس بأبصاره، ما توقف عند هذه الكلمة، فلما رأهم ينظرون إليه قال: واثكل يا أم يا ما لكم تنظرون إلي، وش أنا مسوي؟ قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتونني. فلما انتهت الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم: فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. إذن هذا الحديث واضح، معاوية تكلم جاهل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة. إذن إذا حصل الكلام عمدا ولكنه عن خطأ أو عن جهل فإن الصلاة تصح. أما إذا كان الإنسان متعمد للكلام، عالم بتحريم الكلام، فإن صلاته لا تصح. طيب، أنا أسألكم سؤال: رجل يصلي بالناس فأخطأ، فرد عليه أحد المأمومين وهو مشغول بالقراءة فقال: ماذا تقول؟ إيش حكم صلاة هالإمام واللي وراءه؟ ها؟
أحسنت، إن قالها خطأ فإن الصلاة صحيحة، وإن قالها عمدا عالما بأن الكلام لا يصح وتكلم فإن صلاته لا تصح، ويجب على المؤمنين أن يصلوا أن يقدموا غيره، وإلا بطلت صلاتهم أيضا حتى هم. نعم اقرأ. قال: وبالقهقهة. القهقهة هي صوت الضحك المعروف، وهو مفسد للصلاة بإجماع أهل العلم، لأن الصلاة لا محل للقهقهة فيها. طيب، أما التبسم فإنه مكروه في الصلاة ولا يفسدها، التبسم مكروه في الصلاة ولا يفسدها. إذن القهقهة أيها الإخوة تفسد الصلاة، بل الحنفية يرون أنها تفسد الوضوء، الحنفية يرون أنها تفسد الوضوء، فيقول من قهقه في صلاة لزمه أن إيش؟ أن يعيد الوضوء والصلاة، والصحيح أنه لا يعيد إلا الصلاة فقط، ويبغي للإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا. نعم لا ننكر قد يغلب الإنسان موقف أو منظر معين ويخرجه عن سمت الخشوع ويضحك، لكن مع هذا يلزمه أمران: الأمر الأول إعادة الصلاة من جديد، والأمر الثاني أن يعرف من نفسه أنه حصل منه ذنب فيندم ويستغفر ويتوب. نعم. قال: وبالحركة الكثيرة عرفا. الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة لغير حاجة وضرورة، إن كانت متوالية وهي كثيرة في العرف فإنها تفسد الصلاة. لماذا؟ لماذا أيها الأحباب؟ لأن الصلاة مبناها على السكون، وقوموا لله قانتين، وكثرة الحركة تنافي ذلك. ولذلك إذا أكثر الإنسان الحركة يصلح شماغه وثوبه وينظر في ساعة، بل أنا أغرب ما رأيت رجل دق الجوال في جيب وهو يصلي، طلع ونظر في الرقم وبدأ رد الجوال في جيب. وش المهم هذا؟ ما شاء الله، الأمة كلها تنتظر رنة الجوال هذا، إذا ما ردعت حصل أمر عظيم. هذا يعني غريب جدا، لكن مبناه على عدم استشعار الإنسان عظمة الصلاة. ولذلك ما أجمل كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، هذا الكتاب إذا قرأ فيه الإنسان عرف ما هي قيمة الصلاة، ما هي مكانة الصلاة، ما هو حق الصلاة. إذن الحركة الكثيرة لغير حاجة إن كانت متوالية فإنها تبطل الصلاة. نريد أن ننبه إلى أن الحديث المشهور لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، هذا الحديث معناه صحيح ولكن إسناده ضعيف، وهو من قول سعيد بن المسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول سعيد بن المسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. فإن سكون الجوارح والأعضاء الخارجية معلقة بالقلب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخي الحبيب، لو وقفنا عند هذه النقطة فقط اسمحوا لي أن أقول صلاتنا في فرق كبير جدا بينها وبين صلاة السلف. خذ مثال: أبو بكر كان إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد، وابن مسعود كان إذا صلى كأنه ثوب ملقى، والزبير كأنه جذع، وعبد الله بن الزبير تأتي الطيور وتقع على ظهره تظن أنه جماد لأنه لا يتحرك منه شيء. هذه صلاة القوم. أما صلاتنا فمن الحركات و الالتفات والسرحان والتفكير ما يجعل صلاتنا كلها ربما لا يخرج لنا منها إلا أقل من القليل، فيا للأسف. ينبغي أن نهتم بأمر الصلاة وأن نهتم لها وأن نهتم فيها حتى نخرج منها بفائدة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. قال: المتوالية لغير ضرورة. نعم، إن كان لضرورة لا مانع، إن كان لضرورة لا مانع، فقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمل زينب، حمل أمامة بنت زينب بنت بنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها،
فالحمل الحركة إن كان لحاجة لا مانع منها، وإن كانت لمصلحة الصلاة أيضا لا مانع منها. إذا كان بجانبك فجوة فتحركت لتسد الفجوة فهذا حركة من مصلحة الصلاة. طيب، ما رأيكم يا إخوة في المراوحة؟ المراوحة أن يتكئ الإنسان على يده رجله اليمنى ساعة وعلى رجله اليسرى ساعة، يراوح بينهما، ما الحكم فيها؟ تفضل. ها، تعرف في هذا حديث؟ نعم. لا، التراويح ليست من المراوح، التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل أربع تسليمات، يصلون تسليمتين ويجلسون وتسليمتين ويجلسون، مكروهة لغير حاجة. لا، ما مضبوط. لا، المراوحة أخي الحبيب إن اقتضت تقدما أو تأخرا فهي مكروهة، وإن كانت لا تقتضي تقدما ولا تأخرا بمعنى أنه ثابت في مكان واحد لكن كل شيء يميل على جهة، ها، هذا لا مانع منها وليست بمكروهة، فإن هذا من يعني مما فعله الصحابة رضي الله عنهم بطول القيام. لكن ليسوا كصلاتنا، نحن اليوم نقرأ بقول هو الله واحد ونراوح. والله مرة كنت في مسجد أصلي قبل صلاة المغرب فجاءني رجل وقال لي طلب، قلت تفضل، قال لي إن أعطنك الكوثر يعني يقسمها بين الركعتين، إنا لله إن أعطنك الكوثر يريد أن يقسمها بين الركعتين. العجز، أصبحت أرجلهم كأنها من زبد، ما كأنها من لحم وعظم، سبحان الله العظيم. مع إنك يا أخي الحبيب ألا تعرف أنه علميا أنت بحاجة إلى القيام مثل حاجتك إلى القعود؟ ألا تعلم أنك إذا تعبت من القيام تتخلص من كثير من الأمراض والأورام؟ فاجعل قيامك لله يا أخي الحبيب، القيام شفاء. الآن في ألمانيا وفي غيرها يعالجون كثير من أمراض المفاصل والعظام بالقيام. قم واقف ساعة ساعتين ثلاث ساعات، خلك واقف. طيب، اجعل هذا في الصلاة ليكتب لك على قدر مشقتك الأجر عند الله عز وجل. تتأفف إذا قرأ الإمام قراءة وأطال فيها قليلا، هذا من مصلحتك في دينك وفي دنياك. إذن أنا أحب أن ترجعوا إلى التسجيلات، في شريط حقيقة جميل للشيخ أحمد الحواشي اسمه المسجد يتحدى مستشفيات العالم، هذا شريط جميل، المسجد يتحدى مستشفيات العالم، شريط جميل وتعلق يعني يتعرض لكثير من المسائل في هذه الناحية. اقرأ. قال: لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وهو ماذا؟ الواجبات، الواجبات والشروط. نعم. وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، فعل ما ينهى عنه فيها مما جاء فيه النص، مما جاء في النص. قال: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. طيب يا أخوان، أنا ألحظ أن القارئ يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك يعني كثير من الإخوة بالصلاة والسلام عليه، وهذا خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخطأ الصلاة علي أخطأ طريق الجنة، من أخطأ الصلاة علي أخطأ طريق الجنة، والحديث صحيح. ويقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فلا ينبغي لك، لا ينبغي لك وأن طالب علم وفي مسجد رسول الله وتحضر درس أن تسمع القارئ أو الشيخ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم نفسك من هذا الخير، تحرم نفسك من هذا الخير الذي في الحقيقة لا حدود له، فإنك إذا صليت مرة صلى الله عليك كم؟ 10. نعم. يقول: يكره الالتفات. الالتفات أخي الحبيب إن كان بالجسد كله أبطل الصلاة بإجماع العلماء، إن كان بالجسد كله يعني انحرف عن القبلة فإنه يفسد الصلاة بإجماع العلماء، وإن كان بالرأس فقط
فإن كان لحاجة فالصلاة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التفت كما في حديث ابن الحنظلية التفت إلى الشعب لأنه أرسل عينا صلى الله عليه وسلم. أما لغير حاجة فإنه مكروه كما في هذا الحديث، هو اختلاس، والاختلاس هو الاختطاف بخفية، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والمعنى أنه ينقص من أجرك في صلاتك إذا التفت فيها، لأن الله قبل وجهك، فإذا التفت أعرضت عنه. وهل تعرض عن الله إلى خير منه؟ حاشا الله عز وجل. إذن الالتفات مكروه، الالتفات لغير حاجة مكروه. نعم. قال ويكره العبث. ويكره العبث كأن يعبث الإنسان بأنفه أو شعره أو لباسه، هذا مكروه، وإذا توالى وكثر أبطل الصلاة. والعبث أخي الحبيب إن كان بالبدن فهو مكروه، وإن كان بالقلب فهو أشد كراهة، وهو أن يسرح الإنسان ويفكر في أمور الدنيا، هذا أشد كراهة، وهو ذهاب الخشوع في الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة الخشوع فيها. نعم. قال ووضع اليد على الخاصرة. وضع اليد على الخاصرة، الخاصرة هي أعلى الورك، يضع يده عليها لأنها ماذا؟ هيئة المستخف والمستهتر. فهذا كوضع الإنسان يده على خاصرته بهذا الشكل مكروه في الصلاة، سواء وضع اليدين جميعهما أو وضع واحدة فقط، هذا مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، والمعنى أنه يضع يده على خاصرته. بعض أهل العلم يقول التخصر هو التوكؤ، ونعم التوكؤ إن كان لغير حاجة على عصا أو نحوه فإنه مكروه، وخاصة في الفريضة. بل إن من العلماء من قال من توكأ على شيء بحيث لو سحب ذلك الشيء سقط بطلت صلاته إن كانت فريضة، بطلت صلاته إن كانت فريضة، لأن القيام واجب، وهذا اعتماد وليس بقيام، وهذا اعتماد وليس بقيام. أضرب لك مثال، لو كان خلفك وأنت في الصف جدر قائم وناس يصلون وأنت اتكأت على الجدر، بعض أهل العلم يبطل صلاتك، يقول لأنك لست بقائم بل أنت معتمد، فالقضية تحتاج إلى تنبه. نعم. قال وتشبيك أصابعه وفرقعتها. نعم، الفرقعة إظهار صوت بسبب الضغط على الأصابع، والتشبيك هو إدخال بعضها في بعض. التشبيك أخي الحبيب مكروه قبل الصلاة، سواء كنت في طريقك إلى المسجد أو كنت تنتظر الصلاة، وأشد كراهة في الصلاة نفسها، لأنها صفة أو لأنها هيئة تنافي الوقار والسكينة. أما بعد الصلاة فالصحيح أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين قال قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه. فبعد الصلاة إن كنت لا تنتظر صلاة أخرى فأنت لك أن تشبك، وأما إذا كنت تنتظر صلاة أخرى مثلك الآن فلا تشبك بين أصابعك. الفرقعة مثل التشبيك مكروهة، وإن كان الحديث الذي ورد فيه ضعف، ولكن تقاس على التشبيك. نعم. قال وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. الإقعاء أيها الإخوة أن يجلس الإنسان على إليته وأن ينصب ساقيه، تكون الساقين منصوبة وهو جالس على إليته، سواء وضع يديه خلفهما أو لم يضعها، هذا الإقعاء، وهو مكروه كراهة شديدة في الصلاة، وهو مكروه كراهة شديدة في الصلاة لأنه يخالف هيئة الصلاة. بعض أهل العلم يقول الإقعاء أن تنصب الساقين، أن تنصب القدمين نفسها وتجلس عليها، وهذا ورد في حديث بين السجدتين، أما في غير هذه الجلسة فإنه لم يرد، فهو مكروه كراهة شديدة أن تنصب القدمين. السنة أن تنصب اليمنى وأن تفرش اليسرى، بعض الناس ينصب الاثنتين ويضمها ويقعد عليها، هذا قد يلتمس للإنسان العذر فيه بين السجدتين، أما في التشهد الأخير والتشهد الأول فإنه لم يرد، وعليه فنقول هو مكروه كراهة شديدة. نعم. قال وأن يستقبل ما يلهيه. نعم،
الإنسان في الصلاة ينبغي له أن يتوخى المكان الذي لا يشغل باله شيء في صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عني قرامك هذا فإن تصاويره ما زالت تعرض علي في صلاتي. استهتار لعائشة رضي الله عنها. وقال: اذهبوا بهذه الخميصة واتوني بإنبجانية أبي جهم فإن أعلامها قد أشغلتني في صلاتي. إذن الإنسان لا ينبغي له أن يصلي في مكان فيه ما يشغله، كأن يصلي خلف متحدث أو يصلي بجانب نهر يجري أو بجانب طريق الناس تمر فيه، فإن هذا مما يشغله. وكذلك مما يكره أن يصلي وأمامه نار، لأن هذا من باب التشبه بالمجوس الذين يعبدون النار. طيب هل الدفاية تدخل في هذا؟ هل الدفاية تدخل في هذا؟ لا. لو صلى الدفاية أمامه لا كراهة في ذلك، لأن الدفاية ليست بنا. واضح؟ طيب كذلك مما يكره أيضا أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين، وهذا سيأتي. المهم يا أخي الحبيب، تتوخى المكان الذي لا يشغلك فيه شيء. طيب إن كان هناك ما يشغلك، هل يسن لك أن تغمض عينيك؟ لا، يباح لك أن تغمض عينيك، والأفضل ألا تغمضهما وأن تجاهد نفسك، لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتح العينين في الصلاة وحتى في السجود. فتح العينين في الصلاة وحتى في السجود، وإغماضها فعل اليهود، فعل اليهود. بعض الناس يقول: طيب أخشى لي أنا لو غمضت أستحضر المعاني وأستحضر الآيات. نقول: هذا خشوع قد يكون أثاره عليك الشيطان ليفوت عليك سنة فتح العين، والشيطان دائما يزين للإنسان الأمر الذي هو خلاف الأفضل وخلاف السنة. فلا يا أخي الحبيب، افتح عينيك وجاهد واجتهد، وس يعني يعطيك الله عز وجل من الخشوع الشيء الذي يقر عينه. قال: أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، كما نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. متفق عليه. إذا كان الإنسان تعرض له حاجة بشرية، يحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه من أجل الغائط أو البول أكرمكم الله، أو محتاج إلى طعام، فإنه ينتظر حتى يقضي ذلك. إن كان موجود، إن كان عنده طعام يأكل ثم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. فإذا الإنسان ينبغي له إذا كان جائعا وهذا الجوع يشوش عليه، طيب، فإنه يأكل ثم يذهب ويصلي. وليس المعنى يا إخوان أنه إذا أذن الأذان يروح يفتح الثلاجة يقول: والله أنا باكل. لا، المقصود الجوع، المقصود الجوع الشديد الذي لو صليت أشغلك في صلاة، فهذا يجوز لك أنك ماذا؟ أنك تتأخر عن الجماعة من أجله. أما التشهي هذا شيء لا ينتهي. وكذلك الأخبثان، وخاصة إذا كان الإنسان محصور يعني لا 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 يعني حصر شديد، فإنه يحرم عليه أن يصلي. وإذا كان الحصر ليس شديدا فإنه يكره عليه، يكره له أن يصلي. طيب هل مثله البردان والحران؟ نعم، من كان يجد برد شديد ويستطيع أن يذهب هذا البرد بشيء معين نقول له: أذهب البرد ثم صلي، التحف، أغلق الباب، أطلب مكانا دافئا، لا مانع. الشرع يريدك أن تصلي وأنت خالي البال مما يشغلك حتى تصلي صلاة كلها طمأنينة. ويا أخي الحبيب، حقيقة هذا كله من أجل أن تتنعم بالصلاة أم لا؟
هذا كله من أجل أن تتنعم وأن ترتاح وأن تسعد بالصلاة، لأنه لا نعيم أنعم من الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأنعم نعيم وأسعد حال للإنسان إذا وقف بين يديه يصلي، إذا وقف بين يدي الله يصلي، هذه أسعد سعادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا مات له قريب، إذا غزاه عدو، إذا اهتم بأمر ما يذهب يشاور الخلق، ما يذهب يفكر، مباشرة يبحث عن القبلة ويكبر يصلي. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال مما فيها من النعيم والأنس وقرة العين. أخي الحبيب، لو قرأت فقط في صلاة السلف لوجدت الشيء الغريب العجيب الذي ربما يعني يظن الإنسان أنه غير حقيقي. ألا تعلم بأن عثمان صح عنه أنه كان يختم القرآن كله في ركعة واحدة، في ركعة واحدة؟ سبحان الله العظيم. أيضا ابن الزبير كان من تنعمه في الصلاة يطيلها جدا. يقول أحد التابعين: رأيت عند المقام لما سلم الإمام من صلاة العشاء قال: الله أكبر. هو الله ما ركع حتى أذن المؤذن للفجر، ما ركع حتى أذن المؤذن للفجر. الثوري سجد بعد أذان المغرب فما رفع رأسه إلا مع أذان العشاء. أنتم جالسين الآن وتعبت، سجد بعد المغرب ما رفع رأسه إلا مع أذان العشاء. يقول الراوي: رأيت الثوري في المسجد الحرام ركع فطفت 7 أسابيع وما رفع رأسه من الركوع. كم شوط؟ 49 شوط وهو راكع. لماذا؟ لأنهم يصلون عليها بقلوب مقبلة، بقلوب كلها شوق، بقلوب كلها حب للصلاة. أما نحن نصليها صلاة اللي بخلص ويمشي.